منتدى أو فعاليات منتدى السياحة العلاجية العالمي في عمان. أنا شخصيا من الناس اللي بحكي أي مبادرة باتجاه تشجيع السياحة بأي شكل من الأشكال لازم نشجعها ولازم يعني نساهم بأنه هاي الفعاليات بتنجح بشكل حقيقي، لأنه بالنهاية المستفيد البلد والمواطن، وحتى لو كانت في مجال السياحة العلاجية، وإحنا معروف أن الأردن مميز على مستوى السياحة العلاجية على مستوى العالم. هاي الفعاليات المنتدى انطلقت أمس بتنظم جمعية المستشفيات الخاصة بالتعاون مع المجلس العالمي للسياحة العلاجية. شعار المنتدى لهذه السنة عولمة الرعاية الصحية. بشارك بهذا المنتدى 500 شخصية من 40 دولة عربية وأجنبية. نحكي بتفاصيل أكثر عن هذا المنتدى من خلال اتصال هاتفي مع رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، رئيس المجلس العالمي للسياحة العلاجية، الدكتور فوزي الحموري. صباح الخير. يسعد صباحك أخت عصاف، يسعد صباح كل المستمعين. يسعد صباحك. زي ما حكينا في البداية، السياحة العلاجية من أبرز المحاور اللي ممكن ترفع مستوى السياحة بالأردن بشكل عام، لأنه في تميز بالأردن بالنسبة لدول العالم. شو بتحكي لنا عن هذا الموضوع حضرتك؟ ستي، احنا بالأمس تم افتتاح المنتدى العالمي للسياحة العلاجية تحت رعاية جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، وحضر مندوبا عن جلالته دولة رئيس الوزراء، وشاركت في الافتتاح وإلقاء كلمة سمو الأميرة غيداء ومعالي وزير الصحة ومعالي وزيرة السياحة، وبحضور ما يزيد عن 650 مشارك من 41 دولة. هذا المنتدى يعقد في الأردن هذا العام لأن الأردن يترأس المجلس العالمي للسياحة العلاجية، وهي مناسبة الحقيقة مميزة للأردن كي نستعرض الإمكانيات الكبيرة المتاحة في الأردن لغايات تقديم خدمات علاجية للمرضى من مختلف دول العالم، وخاصة خصوصية انعقاده في البحر الميت، يعني مميز على مستوى العالم زي ما حكيت حضرتك. شو أبرز المحاور اللي راح يتم مناقشتها في المنتدى خلال الأيام الجاي؟ من أهم المحاور هي تحديد متطلبات السياحة العلاجية. ماذا يحتاج المريض الذي يسافر من بلده إلى بلد آخر؟ كيف نضمن جودة الخدمات المقدمة لهؤلاء المرضى؟ معايير الاعتمادية ومعايير الجودة، كل هذه الأمور التي تضمن سلامة المرضى وتضمن عودة المريض إلى بلده بأفضل النتائج المرجوة. الأمر الآخر هو تسهيل دخول المرضى بين الدول، يعني موضوع التأشيرات، موضوع الموافقات للمرضى الراغبين بالعلاج، الطيران، تنظيم موضوع الإقامة بالفنادق، كل الأمور اللي هي الخدمات الجانبية خلينا نسميها. الأمر الآخر أيضا التسويق الأمثل للسياحة العلاجية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، بحيث أن يصبح هنالك التواصل مع المرضى أسهل والوصول إلى مختلف دول العالم بطريقة سريعة جدا لكي يتعرفوا على الخدمات التي تقدمها هذه المستشفيات. نعم دكتور فوزي، احنا بدنا نستغل يعني حديثك عن المنتدى السياحة العلاجية، وبدي احكي عن مواقع اخرى بالاردن. احنا دائما بنعرف البحر الميت، واشهر مكان على مستوى العالم وعلى مستوى المنطقة انه البحر الميت مشهور بالسياحة العلاجية. في عنا بالاردن اكثر من منطقة يمكن استثمارها بهذا المجال. شو بتحكي عن هذا الموضوع حضرتك؟ احنا ما في شك انه من محاور المنتدى ايضا غير العلاج والمستشفيات والأطباء، نتكلم عن السياحة الاستشفائية. السياحة الاستشفائية تشمل استخدامات مثلا المياه المعدنية مثل حمامات معين وحمامات عفرة وغيرها، أيضا استخدام منتجات البحر الميت. البحر الميت له استخدامات علاجية وليس فقط سياحي، حيث تعالج في أمراض الصدفية، تعالج في أمراض الروماتيزم وكثير من الأمراض الصدرية. أيضا هؤلاء المرضى يتحسنوا بشكل كبير عند وجودهم في البحر الميت. هنالك أيضا ما يسمى بالمديتيشن أو سياحة التمعن، مثلا وادي رم. في كثير من الناس بيحبوا أنهم يقضوا أوقات معينة بهدوء والنظر إلى النجوم وتمضية وقت جميل خاصة في الليل. هذه النوع الجديد من السياحة. أيضا في سياحة الرياضة اللي هي التسلق على الجبال،
سياحة الغوص في العقبة، وبالتالي احنا بنسوق الأردن بجميع مرافقه وليس فقط القطاع الطبي. نعم، كيف ترجعون يعني كأطباء وكأطباء لكم يعني حضور عالمي في يعني زي ما حكيت أنت بتترأس المجلس العالمي للسياحة العلاجية ممثلا عن الأردن، كيف تستثمرون ذلك في تشجيع الاستثمار الدولي والسواء في المنطقة في هاي القطاعات بالأردن؟ ما في شك أنه العدد الكبير من المشاركين اللي بيحضروا المؤتمر، زي ما حكيت لك يعني أكثر من 650 مشارك من 41 دولة بيحضروا هذا المنتدى، هذولا كلياتهم حيكون لهم مجال انهم يطلعوا على الامكانيات المتوفره في الاردن، حيزوروا المؤسسات الصحيه، يلتقوا بالمسؤولين، وبالتالي لابد انه يكون هنالك فرص كبيره لتعزيز الاستثمار في القطاع الصحي في المملكه. شكرا جزيلا، نتمنى لكم التوفيق في هذا المنتدى.